مساء الخير لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال 24 ساعة القادمة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة أو تحديدا خلال فترة السحور، حيث تتأثر المنطقة الوسطى بأحوال جوية غير مستقرة. تنتشر كميات من الغيوم المتوسطة والعالية، قد تعمل على هطول بعض زخات الأمطار الخفيفة مع 27 درجة مئوية الملموسة 26، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون جيد. أما بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا غبار خفيف مع 37 إلى 25، تبوك أتربة مثارة 35 إلى 23، وعرعر فرصة لزخات رعدية من الأمطار مع 38 إلى 23 درجة مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة أتربة مثارة مع 40 إلى 26 درجة مئوية، جدة طقس صافي 36 إلى 30، مكة المكرمة 42 إلى 28، والطائف غائم جزئي مع 31 إلى 21 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية تبقى تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة، أبها زخات رعدية من الأمطار قد تكون غزيرة مع 28 إلى 19 درجة مئوية، الباحة 27 إلى 18، وجازان 38 إلى 32 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام 39 إلى 27، حفر الباطن فرصة زخات رعدية من الأمطار 42 إلى 28، والإحساء 43 إلى 28 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، الرياض طقس حار 41 إلى 28، بريدة 40 إلى 26، وحائل غبار خفيف مع 37 إلى 22 درجة مئوية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.